يعني لها اثر تاريخ، ام كلثوم تاريخ يعني. بس كانت يعني استاذ كانت فريده من نوعها استاذ حمد، من حيث يعني لا يستطيع المطربين اللي عاشوا في العصر مجاراتها. ايوه، فبالتالي يعني ما قدرش يروها يقروها يعني يغنوا زيها مثلا، لا ما عندهمش الطاقه الصوتيه دي. الطاقه الصوتيه يجوها منين؟ ده ربنا وهبها صوت يعني ما لا يمكن ان يتكرر، لا يمكن. علاوة على صوتها الجميل الرائع السيدة أم كلثوم رحمها الله، في رأيك إيه مميزاتها الثانية غير الصوت الجميل؟ أم كلثوم جمعت صفات كثيرة، ودي اللي كونت شخصيتها، بأنها أولا ربنا وهبها هذا الصوت الخالد اللي لا يمكن أن يعوض إلا إذا شاء الله. ثانيا ذكائها وقوة شخصيتها وخفة دمها وسرعة خاطرها واستماعها إليك أكثر ما تتكلم، يعني تستمع إليك يمكن خمس دقائق وبعدين ترد عليك رد واحد بس مخ، يعني كان فيها صفات قبل أن تولد في مطربة مش ممكن يعني. يعني يمكن أن أضيف شيء ثاني، ربما أيضا يعني أنها توفقت في 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 ملحنين يعني أيضا صقلوها أكثر طبعا، يعني هو لا يكفي يعني قد يكون تحصل في أصوات جميلة لا شك في العالم العربي، ولكن لم يتوفقوا مثلا في ملحن جيد يعرف طبقات هذا الصوت. سبق انا يعني انا خبير في المساله دي بدون غرور، يعني سبق ان لحنت الاصوات قذره وما كانتش بتنال اعجاب الجمهور برضو، انما ام كلثوم كانت طاقه خطيره، بحيث ان كل لحن كده تغنيه بينجح. ليه؟ اللحن على مستوى ام كلثوم، يعني اللي لحن لها لحن على ايه؟ لام كلثوم. فعنايته والخطوره اللي هو فيها بتخليه يعني في حاله في دوامه لحد ما يكمل اللحن، وبتؤديه بصوتها الرائع ده. ولذلك اقول لك حكايه حصلت، يعني كان في اراء للجمهور يقول لك ام كلثوم لولا السنباطي عليها، وناس يقولوا السنباطي لولا ام كلثوم، فكان في اختلاف راي، واحنا الحقيقه مكملين لبعض. يعني صوتها كان ينشر الحان يعني حاجه سليمه صح، وانا كنت بلحن لها تلحين اللي هو يتمشى مع ذوقها وصوتها وشخصيتها الحاجات اللي كنت بتسمعها كلها، فاحنا كنا فعلا مكملين لبعض. هناك لحن لم تغني ام كلثوم انا انتقلت يا رحمة الله، وكان اللحن في طور الإعداد. هو كان تأليف برضو المرحوم ناجي صاحب الأطلال، ولحنته واكتمل اللحن وسجلته لها شريط كاسيت صغير كده، وخليته بسفرت في الرحلة بتاعتها بتاع كل صيف للعلاج والفحوص اللي كانت بتعملها، بس فما قدرش لها انها تغنيه لأنها عادت من الخارج مضمحلة خالص، وكان بداية المرض بقى اللي مسك فيها ده، وما غنتوش طبعا، وفي ألحان تانية ما غنتهاش برضه. هو الكلمات هذه الشعر بعنوان انتظارات. انتظار نسمع استاذ من نشيد هذا اللحن الذي لم تغنيه. سمعكم كلام قبله وبيقول أنا في بعدك مفقود الهدى، ضائع أهفو إلى نور كريم، أشتري الأحلام في سوق المنى وأبيع العمر في سوق الهموم، لا تقل لي في غد موعدنا، فالغد الموعود ناء كالنجوم. بس وبعدين بقى هي أسئلة طويلة، فأنا هقول لكم منها جزء. الله.